هذا وشهد المسجد النبوي فجر اليوم عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة عبر المواعيد المجدولة وفق الطاقات الاستيعابية للروضة. المزيد مع زميلنا ماجد الصغيري. مساء الخير وأهلا ومرحبا بجميع مشاهدين قناة MBC. نعلم اليوم فعليا هي انطلاق المرحلة الثانية لعودة المصلين للصلاة بالحرمين الشريفين. المرحلة الثانية اليوم تتضمن فتح الأبواب أمام قاصدي المسجد النبوي الشريف للسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصاحبي رضوان الله عليهم من خلال الدخول مع هذه البوابة تحديدا باب السلام، وبعد ذلك الخروج مع الباب المقابل له، وذلك من خلال التنظيم الذي تم من قبل الجهات المعنية، الجهات الحكومية والجهات الصحية. أيضا الصلاة في الروضة الشريفة وتتم عن طريق أبواب تم تحديدها مسبقا لدخول المصلين والصلاة في الروضة الشريفة، تحديدا الرجال أو حتى النساء التي لهم فترة بعد من فترة الإشراق وحتى قبل صلاة الظهر للصلاة في الروضة الشريفة. اليوم تنسيق تناغم كبير بين كافة الجهات الحكومية والصحية، أمن المسجد النبوي الشريف، أمن الحج والعمرة، وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف تحرص على سلامة كافة قاصدي المسجد النبوي الشريف من خلال نقاط الفرز التي نشاهدها عند الأبواب المسموح من خلالها دخول المصلين إلى الحرم القديم. تطبيق اعتمرنا اليوم صدر يمكن ما يقارب 24,000 تصريح للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى 22,000 تصريح للصلاة في الروضة الشريفة. أما فيما يخص النساء نتحدث عن 11,000 تصريح، جميعها تم استخراجها من خلال تطبيق اعتمرنا، ولكن الطاقة الاستيعابية أكيد في اليوم أو خلال 24 ساعة لا تتجاوز 1650 مصلي. هناك فترات زمنية متفاوتة، هناك أوقات محددة لدخول المصلين للصلاة في الروضة الشريفة. عمل كبير وتنسيق وتناغم اليوم يمكن نشهده، يمكن أجمل شيء الحقيقة اليوم نرصده ونحن نتواجد في الميدان هذه السعادة الكبيرة اللي نشاهدها على وجوه كل من يدخل إلى داخل المسجد النبوي الشريف ويسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أكيد نحن بانتظار المرحلة الثالثة إن شاء الله، والتي سوف تكون الطاقة الاستيعابية فيها بعدد أكبر لتستوعب المصلين داخل المسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة. هذا أبرز شيء اليوم نرصد لكم تحديدا ونحن نقف أمام باب السلام من المسجد النبوي الشريف.